يعني حملات كتيرة عم تصير لحتى كل الناس يعرفوا قديش التدخين هو مضر، حيث يعد التدخين من أسوأ العادات التي تهدد حياة الناس وتضعف جهازهم المناعي. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من خطورة التدخين عامة وبشكل خاص خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن الكثيرين مستمرين باتباع تلك العادة التي تسبب خطر عليهم وعلى المحيطين بهم أيضا. لحتى نتعرف أكثر عن مدار التدخين وخاصة بموجة كورونا الحالية، بصيرنا نرحب بالدكتور حسام بردان اختصاص صدرية. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك اللي عم يسمعونا. يسعد صباحك دكتور. بالبداية خلينا نحكي عن الوضع الصحي حاليا وموجة كورونا، إذا فينا نسميها الموجة الثالثة. تمام. في إصابات بتزايد، كيف الوضع الصحي بما أنك يمكن بتماس مباشر مع المرضى وبشكل يومي؟ اسمحي لي بداية رح احكي بهيك لمحة صغيرة حتى نراجع شوي شو نحكي بمعنى الذروة. صحيح. حوالي تقريبا سنة من هلا يعني بآذار 2020 شخصنا أول حالة للكورونا بسوريا، كان قبل منا في بعض الدول سبقتنا بحوالي شهرين. بدأت عنا حالات فردية صرنا نشوفها بحوالي شهر نيسان وأيار. بلشت بعض الحالات تتزايد بشهر 6 بعام 2020 بلشنا نشهد تصاعد بعدد الحالات. طبعا وقت نحن بنقول انه وصلنا لذروة بالمرض ما فينا نعرف نحن اثناء الذروة اذا نحن بالذروة. عادة نحن بالمرحلة يتم تقييم الذروة بمرحلة انه نحن اول شيء بتثبت عدد الحالات، رقم اثنين بتبلش تنزل، فنحن بنقول انه نحن كنا بذروة، نحن بلحظة تصاعد. فبشهر 6 بلشت تتزايد عدد الحالات، بشهر 7 صار في عنا عدد كبير من الحالات وبنذكرها كلياتنا خلال فترة فصل الصيف، شلون انه عائلات بأكملها كانت عم تصاب، المشافي كان فيها عدد كبير من المرضى، بدأت تخف عدد الحالات. طبعا أنا وقت عم بحكي على ذروة هلا عم بحكي على مدينة دمشق، لأنه نحن في بهديك المرحلة بشهر 7 كان بعض المحافظات لسه ما وصلت لهالمرحلة. صحيح. هذا الشيء يتبع تسلسل العدوى. بدأت تخف عدد الحالات، بس وقت نحن بنقول انه خفت لا يعني انه انخفضت للصفر. صحيح. هذا يعني انه نحن بلشت الحالات تهدى بس ما عادت وصلت للمنحنى، وبلشت المشافي فيها اماكن وبلشت تستقبل حالات، وبلشت حتى بعض المشافي تسكر بعض اقسام العزل اللي كانت فاتحه باستنفار كامل. خلال شهر 9 10 11 شهدنا هدوء نسبي بعدد الحالات، لترجع هالتزايد الجديد بحوالي شهر 12 و1، واطلقا على هذا الشيء اسم الموجه رقم 2. الموجه رقم 2 اللي زادت عدد الحالات كمان، رجعنا فتحنا اقسام العزل، عملنا بالطاقه القصوى، عدد اسرات الاسعاف بالطاقه القصوى. طبعا احنا بنعرف بهذا الشيء مشان تكونوا بالصوره من خلال مجموعه من العوامل. اول شغله متابعه عدد الحالات المراجعه لاقسام الاسعاف. انا عم بحكي هلا مثلا ضمن انا احنا بنعمل بمشفى المواساة الجامعي، عم نسجل بشكل يومي قديش عم يراجع هالاسعاف الحالات، قديش من هدول الحالات عم يتطلبوا قبول بالمشفى، قديش منهم عم يتطلبوا لعناية مركزة، قديش منهم عم يحتاجوا لأكسجين. رقم 2 العيادات الخارجية. رقم 3 ممكن نشوف من خلال حتى معامل بتقوم بتعبئة الأكسجين قديش القدرة الاستهلاك. بدأت كمان تهدى هالحالات هاي خلال بعد منها. بلشنا بأول شهر آذار رجعنا شفنا تصاعد جديد بالحالات، وتصاعد كان كبير. خلينا نسميه سريع بصراحة، يعني كان نحن التسارع كان عالي. وخلال عدة أيام يومين أو ثلاثة أيام عدنا فورا، كنا من يعني بقسم عزل واحد عم نحكي بمشفى المواساة، عدنا إلى فتح جميع أقسام العزل اللي كانت موجودة خلال فترة الجائحات السابقة. تقريبا الأسرة العناية كمان امتلأت معظمها، وبلش في عنا ضغط كبير على أقسام الإسعاف والعيادات المراجعين، وبلشنا نلمس هذا الشيء كمان بالمجتمع، إنه بلشنا نشوف إنه في عائلات بأكملها عم تصاب. راجعنا شوي عدد الحالات لقينا إنه لازلنا معظم هالأشخاص اللي أصيبت بهالموجة معظم عم تقول إنه لم تصب سابقاً، يعني طبعاً هذا ليس هو شيء مطلق، بس إنه جزء كبير من الأشخاص اللي معظمهم تجاوزوا الموجة الأولى والثانية بدون إصابة بلشوا يسجلوا إصابات بالموجة الثالثة. سمعنا بعدد من الحالات قالوا لنا إنه نحن كان عنا إصابة بس قد تكون إصابة يعني غير مؤكدة، إنه نحن صار عنا أعراض خلال فترة معينة بس نحن لازلنا غير متأكدين إنه نحن عم يصير عنا لازلنا تسجيل إصابات ثانية. يعني معظم الحالات خلينا نقول بالمجمل هي
إصابات لأشخاص غير مصابين. نعم. والأعراض كانت متشابهة، يعني ما راح كمان نخوف نقول إنه إحنا في عنا أعراض جديدة وأعراض لا نموذجية وشيء مختلف عن سابقا. تقريبا هي الموجات بأنواعها كلها، بجوز ببعض الموجات شفنا إنه مثلا في عنا واحدة فيها فقد شم وذوق أكثر، واحدة فيها أعراض هضمية أكثر، بس بالمجمل الأعراض خلينا نسميه القاسم المشترك بين جميعها اللي هي الحرارة وآلام الجسم والتعب والسعال لا تزال هي الأعراض ذاتها، لم تتغير ولا تزال نسب القبول إلى المشفى نفسها. يعني إحنا ما بنحكي على موجة مثلا إنه الإصابات كلها شديدة وكلها عم تحتاج لمشفى وكلها عم تحتاج عناية مشددة، بس بالمجمل نحن وقت بنقول مثلا عندنا 100 شخص أصيب بكورونا، في عندنا حوالي 15 ل 20 شخص منهم قد يحتاجوا إلى أكسجين. نعم دكتور، يعني في تساؤلات كثيرة بإذهان الناس، نحن يعني وحضرتك جاوبت عليها اليوم ضمن اللقاء، إنه يعني ما في أعراض مختلفة أو مغايرة، ممكن تكون هضمية وممكن تكون لها علاقة بالتنفس والصدر والشم والذوق، وثانيا إنه اي حدا ما انصاب بالكورونا ممكن هو هلا ينصاب بهي الموجه. بالضبط. ولكن خلينا نحكي انه عم يكون في اصابات مميته، لا ما عاد في مثلا لكبار العمر فقط، لا في عم تستهدف شرائح من الشباب اليوم ضمن الدراسات وضمن الحملات اللي عم تنطلق بكورونا، ونحن اكيد ما فينا يعني نحكي عن حاله وحده او نحكي عن دراسه وحده لانه هو مستجد كل يوم في شيء جديد، ولكن ليش عم يكون في حالات من الموت؟ ليش في اجسام ما عم تتحمل؟ شو هي الحالات الاستثنائيه اللي حضرتكم عم تشهدوها ضمن حالات الكورونا هي عم تروح الى الموت وباعمار صغيره؟ تمام. هلا دائما عوامل الخطوره اللي دائما بنحكي عنها اللي هي انه الاعمار الكبيره، وجود امراض رئويه مزمنه مثل التهاب القصبات المزمن او المدخنين، الاشخاص المثبطين مناعيا، لا يزالوا هدول عنا هن عوامل الخطوره الاولى. بس هذا لا يعني انه عدم وجود اصابه بالشباب وعدم وجود حتى اصابات قد تكون مميته حتى باعمار صغيره، وهي الشيء موجود بكل العالم، انه في عنا نسبه من الاشخاص مثل ما قلنا اذا انصاب 100 شخص مثلا في عنا 5-6 أشخاص منهم بدهم يدخلوا إلى العناية المشددة. ليش بيدخلوا على العناية المشددة؟ بسبب مرض اسمه الكرب التنفسي الحاد، يعني المرض يتكاثر الفيروس بدرجة كبيرة جدا، يؤدي إلى ارتشاح كامل الرئتين بهذا الفيروس. المرحلة بعد منها بيحدث ارتكاس شديد من الجسم، يعني حتى لو الفيروس بهاللحظة، خلينا نقول إنه مات الفيروس بهاللحظة، بس الجسم ارتكس له ارتكاس شديد، ويبلش الجسم هون، يعني يمكن إذا بنسمع المصطلح صار عم يحكوا به شغلة اسمها بهالمرض اسمه عاصفة السيتوكينات، يعني الجسم يفرز مواد لتقاوم هذا الفيروس اسمها السيتوكينات أو بيناتها الانترلوكين. هي المواد بحد ذاتها وتفرز بهالارتكاس الشديد كثير كبير، ممكن بحد ذاتها تأذي الرئتين وتأذي الجسم، يعني الجسم بيصير بمرحلة من المراحل ما عم يعرف يستجيب مناعيا لهذا الفيروس، عم يبالغ باستجابته لهذا الفيروس، فهي تسمى عاصفة السيتوكينات اللي بتقوم بتخريب جزء من الرئتين. ممكن هالسيتوكينات او الانترلوكينات تدور بالجسم وتخلي حتى الشخص يدخل باختلاطات خارج رئويه، يعني احنا كنا عم نحكي انه المرض رئوي، بنلاقي انه بهالمرحله المراحل قد يصاب الشخص مثلا بقصور بالكليه، توقف الكليه عن العمل، قد تؤدي الى التهاب بالعضله القلبيه، قد يصاب اصابه عصبيه بالاعصاب بالعضلات، وبالتالي ينتقل المرض بمرحله من المراحل من مرض موضع بالرئه إلى إذا صحت التسمية ما يسمى مرض جهازي. أكيد هلا عم يخرب أجهزة تانية بالجسم، ولكن عم نسمع الجلطة، الخسرات. هلا هي أحد الأمور الثانية غير عاصفة السيتوكينات. في شيء دائما مميز بهذا المرض ومن سنة حكى عنه إنه هي موضوع قابلية التخسر، لدرجة إنه صار إذا بتشوفوا حضراتكم وقت بنطلب حتى التحاليل الروتينية للمرضى، نطلب تحليل اسمه الدي دايمر اسمه صار، هو هذا التحليل خاص بالتخسر، بمعنى انه هالاجسام هي قابله لان يصير فيها تجلطات، وهي التجلطات بتصير بشكل اساسي بالاورده بالاطراف السفليه، بتعمل التهاب اورده عميقه، جزء من هالخسارات تتشكل باورده الاطراف السفليه تنطلق الى الرئه وبتعمل شيء اسمه الصمات الرئويه او الخسارات الرئويه، اضافه الى انه بيزداد عند هؤلاء الاشخاص بشكل غريب كمان نسبه حدوث الخسارات بالجهاز القلبي الوعائي
وبالدماغ. اذا نحن ضمن بروتوكول العلاج هلا اذا بتشوفوا بكل العالم صار في شيء عندنا اسمه التمييع الوقائي. صحيح. يعني اي شخص مصاب بفيروس كورونا يعمل له تحليل الدي دايمر، اذا كان ضمن حدود منخفضه جدا ممكن نعطيه جرعات خفيفه من مو الاسبرين، هو نعطي مضادات تخثر اقوى شوي من الاسبرين. للأسبرين ممكن نعطيه للحالات تعالج بالمجتمع، نحن ما عم نحكي دي بالإفات على المشفى، يعني ممكن أن واحد قاعد ببيته وما عنده أي مشكلة، هذا ممكن حتى ما يأخذ ما يكون مؤهب للتخلص، بس نحن عم نحكي دائما هلأ على 20% هدول من الأشخاص اللي قد يحتاجوا مشفى. طبعا نحن وقت عم نقول كمان يحتاجوا مشفى مو بالضروري في منهم هلأ كمان جزء، مشان تكونوا بالصورة حضراتكم أنه في جزء من هؤلاء عم يتعالج ببيوتهم، في عالم عم تتعالج ببيتها، وحتى اللي بيدخل المشفى ممكن يرجع ويخرج من المشفى يكفي يعني العلاج. يكفي علاج ويشفى بشكل كامل مشان ما نخوف الناس كتير. بس يمكن اليوم عم نشوف هلا الذروه، يعني لما نقول بيوصل المريض لهي المرحله كمان في بعض الاجراءات، يعني لما اقول انه وصل لمرحله انه ارتشاح بالرئتين نحن عم نحكي باي يوم تقريبا عاده، يعني عاده هي الاصابه تختلف بين الاشخاص، بس هي عاده بتكون بالاسبوع الثاني من الاصابه. الاسبوع الاول هي خلينا نسميها ما بيكون ماشي بالبروتوكول ولا لا، من اول يوم ماشي بالبروتوكول الطبي ومع ذلك عم يكون في اثار قويه. هلا هي بصراحه احيانا ممكن يكون شخص عم يتعالج بس ممكن يكون ضمن الاسبوع الثاني يدخل بهذا الاختلال. هلا في شيء كمان يبدو غير معروف، في بعض يعني العوامل قد تكون حتى بضمن هذا الفيروس عامل وراثيه. صحيح. انه ليش في اشخاص عم تكون اكثر تاثرا، يعني مثل ما تفضلتي احيانا في شباب احيانا عم تنصاب في واحيانا في كبار. الغريب بالموضوع عم تشوف احيانا رجل سبعيني بيشفى ومقابله مثلا صبيه بتلاقيها بالمشفى توفت، مع انه بالبنيه الجسديه. صحيح. وجهاز المناعه مختلف. الله. لهيك نحن عم نقول هيدا الفيروس بشكل مستجد، يعني دائما جهاز المناعه هو بيلعب دور بشكل كتير كبير، بس دائما في بالحالات الذروه في اختلاف بحاله الاصابه، في اختلاف حتى احيانا كيف يكون العلاج واحيانا كيف عم يكون في شفاء بشكل تام، في ناس لا ما عم تشفى. بس كنسب عامه لا تزال الفئات العمريه، يعني هلا اذا نحكي حتى في شباب تم اصابتها، بس اذا نحكي ضمن نسب كبيره يعني بنسقط هذا الشيء على اعداد كبيره من الاشخاص، بنلاقي لا نزال الفئات العمريه الكبيره هي الاصابات بتكون فيها اشد وممكن تتطور بسرعه اكثر. احنا نقول اسبوع ثاني احيانا الاشخاص الكبار بالعمر او المضعفين مناعيا قد تتطور اصابتهم خلال يومين او ثلاث ايام، بس بشكل طبيعي هو الاسبوع الاول من الاصابه بالفيروس هي مرحله تكاثر الفيروس، هي المرحله الاولى. بهالمرحله هي الجهاز المناعي كثير بيلعب دور، اذا كان الجهاز المناعي جيد ممكن انه ما يدخل بالاسبوع الثاني. الاسبوع الثاني هي المرحله اللي حكينا عنها، هي بنسميها المرحله الالتهابيه، اللي هي ارتكاس الجسم لهذا الفيروس اللي بتتجلى بارتشاحات بالرئه وبنقص اكسجين. بهالمرحله هي كمان في نحكي عن علاج ممكن كمان كلياتنا صرنا نعرف عنه، الاسترويد او الكورتيزون. يعني نحن سابقا قبل بسنه وقت كنا نحكي عن نقول انه نعطي بحاله انتان فيروسي كورتيزون، هذا الشيء كان بالنسبه لنا شيء غريب. صدر عنا بحوالي شهر 5 من السنه الماضيه توصيه عالميه انه جميع الاشخاص يلي بيصير عندهم نقص باكسجين الدم، بينقص الاكسجين هذا بيقيسوا بضمن الاصبع عن 94% هن المرشحين لاخذ العلاج بالكورتيزون، او هلا عم نشوفوا هذا الدكساميتازون لحتى يخفف من الارتكاز او الاصابه الالتهابيه. طبعا كمان في نقطه انه اعطاء الكورتيزون ما يكون مبالغ فيه. انا عم وجه كمان رساله على حضراتكم انه الشخص اللي ما عنده نقص بالاكسجين، اللي اكسجته طبيعيه 97-98، ما يجب انه هذا الشخص هي الاكسجين هي ضمن الطبيعي للشخص الطبيعي تكون بين 95 إلى 100%، بين 95 إلى 100%. هلا الشخص اللي اكسجته طبيعيه يفضل انه ما يبدا بالستيرويد، ما يبدا بالكورتيزون، وهذا الكورتيزون نحن بنحتفظ فيه لمرحله نقص الاكسجين، لانه مثل ما هو له بعض كم ابره بيعطوه تقريبا. هلا عادة هي فترة العلاج هي الموصفية عالميا هي 10 ايام، كل يوم يعطى ابرة، الابرة هي 8 ملي جرام، نحن بنعطي منها 3 ارباع، يعني هي 6 ملي جرام، هي الجرعة الموصف فيها عالميا 6 ملي جرام بشكل يومي لمدة 10 ايام. هلا قابل هذا الرقم شوي انه يزداد اذا كانت الحالة كثير شديدة احيانا او دخلت الى مشفى عناية مشددة، انه نحن احيانا نضاعف هذا الرقم بالحالة الشديدة. دكتور طيب، في عنا دائما جواتنا حالة من الرعب، حالة من الخوف، انه اذا شوي جسمنا تعب هلا مع التبدلات تبدلات الجو او عطسنا او سعلنا شوي او هيك بنقول معقول كورونا وبنحجر حالنا وهيك.
وفي كثير ناس ما لهم قدرانين يعملوا بي سي ار، يمكن وضعهم الاقتصادي ما بيساعد. خلينا تمام. نحكي، وكثير ناس عم تجيهم كورونا خفيفه عم تكون تمام. حتى لو ولا عرضيه حتى ولا تماما، وبجوز يعني انا بقول لهم بجوز انا تعرضت لكورونا وما حسيت لانه اكيد جربت واكيد فعلت ومرقت بكل هدول القصص. ولكن شو هو التحليل يلي نحن فينا اذا حسينا باعراض؟ هو تحليل فينا نقدر كل المواطنين انه هن يعملوا صوره الصدر، هل هي ممكن تفرجي اذا في حاله كورونا؟ ايمت بتبين؟ باي اسبوع ممكن مثلا اذا في قليل من الاعراض؟ ماني عم بحكي على الاعراض الكثير كبيره اللي واضحه يعني. هلا مثل ما تفضلت نحن هلا بفتره تبدل الطقس، واحيانا بهالمرحله هي بشهر اذار ونيسان وغبار الطلق بصير عند الاشخاص عطاس وسيلان وسعله احيانا التحسسيه، وبتخلي اي شخص هلا اذا حدا سعل يخاف انه هو مصاب بهالاعراض. هلا الشيء نحن بنتفق عليه وهذا شيء عالمي انه نحن الفرز بالبيت بيتم اول شيء حسب الاعراض قبل اجراء اي تحاليل او اي صور. اذا الشخص اعراضه خفيفه جدا، خلينا نقول يعني ما عنده اعراض صدريه تنفسيه، وانا خليني ركز شو يعني اعراض صدري تنفسي، يعني ما عنده ضيق بالتنفس ولا عنده الم بالصدر، يعني اعراضه هي تتعلق بالجهاز التنفسي. الم بالصدر دكتور هو وقت التنفس ولا بشكل دائم مستمر؟ ممكن يكون وقت التنفس وممكن يكون بشكل دائم، ممكن هيك. مشكله ما عم نقدر يعني نحكي بقصه وناكد عليها لانه ما انا الاعراض هي ما انا مطلقه تماما. يعني هلا الشخص اللي عنده ما عنده الاعراض، يعني شخص عنده حراره خفيفه خلينا نقول، عنده شوية سيلان، عنده شوية ألم بالعوم، هذا احتمال يكون عنده كوفيد 19 ممكن. فنحن بننصح أنه يقوم بالحجر المنزلي. هلأ إذا صار في عندي ألم بالصدر أو ضيق بالتنفس، ضيق بالتنفس بيعبر عنه المريض مثل ما حكينا أنه مثلا أنه أنا وقت عم بتحرك من غرفة لغرفة عم أقوم الحمام ماني مثل طبيعتي، أنا عم بلهت، أنا مو هيك بالعادة، أنا طلعت اليوم درج، ما أنا بالعادة بطلع درجين، ما كنت أتعب. هلأ ما كنت أتعب. فبهالمرحلة هي نحن بننصحه هذا يروح يعمل تصوير للصدر، وقد نقوم ببعض إجراءات التحاليل الدموية مو غالية الثمن، ممكن نعمل مثلا تعداد للكريات البيض أو نسبة الالتهاب بالجسم. المسحة قد ما تكون ضرورية هلأ الإجراء بشكل عام، لانه يعني ما حتى الصوره للصدر ممكن يبين كمان، حتى الصوره البسيطه طبعا الصوره البسيطه هي اجراء كثير موجه. احنا حتى ضمن البروتوكول السوري انه الحالات المتوسطه اللي هي ما بتتطلب مشفى بتكون عاده بنعمل صوره حتى نشوف نحن قديش حجم الاصابه الرئويه. ممكن تكون الصوره الطبيعيه توجهنا من له للمريض انه خلص اطلع على بيتك وكمل علاجك بالبيض ضمن السوائل ضمن الفيتامين سي ضمن ممكن نعطي اذا ارتئينا انه نعطي صاد حيوي ضمن هالمرحله. هذا الشيء كمان بيرجع ببدايه او هذيك السنه بالضبط مثل هالايام كنا نبعد عن الالتهاب، او كانوا يقولوا لا ادويه الالتهاب مانا ولا زلنا لحد اللحظه ميحة. يعني هي حتى الانتيبيوتيك هو نحن عم نتعامل مع مرض فيروسي يعني لازلنا لحد هاللحظه اذا نحن ما عندنا مؤشر فنحن عم نقول صاد ممكن الطبيب ارتأى انه قد يكون في انتاج رسومي مرافق. اذا الانتيبيوتيك او حتى اي دواء من الصادات هو لا يفيد الفيروس لانه هو بالنهايه فيروس ولحد اللحظه ما له دواء فعال. يعني هلا بنشوف ممكن نحكي على مجموعه كبيره بس ما في لحد هاللحظه هو دواء نوعي انه هذا الدواء هو بيقتل الفيروس. اذا نحن الانتيبيوتيك او نحن عم نحكي ادويه سليمه مشان بعض الادويه ممكن تعمل انتكاسات لهيك صحيح. بعدنا ضمن البروتوكول نحن قد نكون ضمن مجموعه الفيتامينات العامه العزل المنزلي طبعا، والهدف من العزل هي نحن عم نقول ب حتى ما ينتشر كمان ما يزداد عدد الحالات ضمن العائله الوحده. يعني احيانا بيكون مثلا شخص واحد مصاب بيصيروا ثلاث او اربع اشخاص وهون بتكبر حلقه العدوى. هلا نحن اذا بتسمحوا لي ضمن هالذروه هي نحن عم نقول نحن هذا اللي كنت بدي اقول لك عنه دكتور ضمن الذروه اليوم وعم نشوف الاعداد يمكن عم تتزايد دائما بالذروه في اختلاف الاعداد ودائما بنحكي عن مؤشر بطلوع. الاجراءات الوقائيه البروتوكول الطبي شو اللي بتفرق الذروه هي عن باقي الذروات ضمن جائحه كورونا؟ على ما يبدو انه نحن فعلا عم نشوف اذا بدنا نميزها بشيء صغير انه هي كانه عم يكون انتشار عم نشوفه اسرع ضمن يعني هو دائما من زمان بنعرف انه هو انتشاره سريع بس هلا كمان عم نشوف انتشار اسرع. وقت نحن عم نحكي بذروه مرض قد يكون نحن شو الهدف وقت عم نقول نحن نتبع اجراءات وقائيه انه نحن المشافي باي دوله بالعالم وباي نظام صحي عندها عدد اسره مخصصه للاشخاص، عدد اسره عنايه مشدده، كميه معينه من الاكسجين. إذا صار تسارع بهالحالات قد تكون الأجهزة الصحية هي أو الأنظمة الصحية غير كافية لاستقبال كافة الحالات. لذلك الهدف وقت نحن بنحكي ضمن ذروة معينة إنه زيادة الالتزام بالإجراءات الوقائية هي الهدف منا إنه نحن نخفف هالتسارع بزيادة الحالات اللي هي ممكن تخلينا لا سمح الله نخسر أشخاص
بسبب عدم توافر مكان لهم بمشفى او بسبب عدم توافر جهاز منفسه. والاجراءات الوقائيه قد تكون ابسط مما يعني نحن كلياتنا، ويمكن كان كل العالم صارت بتعرفها اكثر مني شلون نعمل اجراءات الوقائيه، يلي هي ارتداء الكمامه الطبيه. واذا كان الشخص ما هو قادر ليدفع ثمن الكمامه الطبيه، كمان حكينا مره انه ممكن يستخدم الكمامه القماشيه اللي ثلاث طبقه، يعني كمان من القماش ممكن واحد يستخدمها ما انا غاليه الثمن، ممكن هو يساويها حتى ثلاث طبقات ويرجع يغسلها بشكل يومي. ممكن يكون عنده مثلا يعمل تنتين كل واحد له، يستخدم اليوم واحده بكره يستخدم واحده. يعني في كمان نحن عندنا ليس بالضروره دائما عم نحكي على اجراء وقائي، نحن عم نحكي انه يوميا الشخص لازم يدفع مبالغ باهظه، وهلا يعني قد يكون صعب عليه يدفع كل يوم حق كمامه. اذا نحن قدرانين بكمامه قماشيه عاديه، طبعا الكمامه لحالها بدنا نحكي كمان واقع، اذا لم تترافق بتباعد اجتماعي كمان قد ما تكون فعاله. اذا الفعاليه هي بدها تكون عندنا بنسميهم نحن ثلاثي، التزام بالاجراءات كافه. مش الثلاثي بيمشي مع بعضه، ونحن دائما يعني خلل بهذه الاجراءات هو بيعملنا المشكله. الثلاثي هو انه تباعد ما عاد سميناه اجتماعي مشان ما يفهم خطا، التباعد المكاني، يعني بنقول صار في عنا انه يكون في مسافه بين اشخاص، يلتزم الجميع بالكمامه وغسيل الايدي عند ملامسه الاسطح. اذا التزم الجميع بهالمرحله بالاجراءات الوقائيه نتمنى انه يخف تسارع هذا المنحني وتنتهي الزروه مثل ما انتهت ان شاء الله الزروه الاولى والثانيه، تنتهي باسرع وقت ممكن وتشفى جميع الاشخاص ان شاء الله يعني اللي موجودين بالمشافي ان شاء الله. رب دكتور، عم نشوف اصابات عند الاطفال؟ لا شك في يعني من ضمن يعني مراجعين لاطباء الاطفال في حالات عم تترافق نفس اعراض كبار تماماً. يعني انا صرت سمعانه باولاد رفقاتي كذا حدا بيبيات صغار عمر السنه والسنتين هنن عم ينصابوا بهي الموجه، هنن انصابوا بكورونا. بس قد نكون الحمد لله انه ما عم نشوف اصابات شديده عند الاطفال. يعني هي الشغله الحمد لله الميزه عند الاطفال، الا انه الاطفال يعني هنن الاطفال هلا ما عاد فينا نقول انه هنن بس ناقلين، وايضا هنن عم يصابوا بس عم تكون اصاباتهم مثل اي اصابه. يعني احنا دائما الطفل عنا يعني اذا بنراجع شلون الاطفال دائما الطفل كل سنه يصاب ب انتانات تنفسيه متكرره، يعني بيصير عنده رشح مره او مرتين او ثلاثه. فهذا يعني قد تجي الاصابه مثل اي اصابه روتينيه من الاصابات اللي بتصير عنده، ما في شيء مميز ضمن هذه الاصابه، بس لا زالوا عم يكونوا مثل ما تفضلتي ناقل للمرض. يعني ممكن اشخاص اللي ممكن ينقلوا هذا المرض لاهاليهم، لا سمح الله حتى لاجدادهم، يعني كمان هون عم تصير هي الاشكاليه اللي بيكون اعمارهم كبيره. بس يمكن دكتور قلت اهم شيء يمكن الاجراءات الوقائيه، ومثل ما قلت الاجراءات الثلاثه اللي هي اهم، التباعد المكاني وغسل اليدين والكمامه بشكل يومي ارتداءها، لانه كلياتنا مضطرين نستمر بحياتنا، مضطرين ننزل على شغلنا بس بالضبط. مع الاجراءات الوقائيه خاصه دكتور، اماكن الازدحام مثل مثلا الحافلات، مثل الاماكن اللي بيصير فيها تجمعات كبيره هي نعم دكتور. بس ببدايه قبل ما نختم، ببدايه حديثك ذكرت انه خلال فتره كورونا عم يضربوا، ممكن الكليه عم تنضرب، ممكن جهاز تنفسي، عم نشوف اللي طابوا من كورونا عم يصير بعد الشفاء عم يصير عندهم ضعف، عم يصير مثلا مثل هر الشعر، عم يصير ضرب الكلية عم تنضرب، حاسة الشم والتذوق كتير عم تكون يعني عم تطول لحتى ترجع. خلينا بس نحكي عند الشفاء شو هي الأعراض أو يلي هي ممكن إنه تنضرب او تشكل خطوره، وثاني شيء عم نشهد حالات اصابات سابقه رجعت انصابت مره ثانيه، يعني فينا نقول خلال 6 شهور بعد 6 شهور رجعوا انصابوا مره ثانيه. تمام، هلا حبلش بالشق الثاني انه نحن حالات مجموعه اشخاص، فلا تزال هالشيء ما حنحكي عنه بشكل كثير كبير لانه ما في عندنا تزايد كبير عند الاشخاص المصابين سابقا. يعني معظم الاشخاص اللي انصابوا هن غير مصابين، ما يخلو من بعض الحالات الفرديه حتى بالعالم. الشق الاولي هو يعني صار عم نحكي هلا بالطب عالميا عن متلازمه، صار عم يحكوا بسموها البوست كوفيد، يعني متلازمه ما بعد الكورونا. يعني الشخص ممكن عم يطيب من هذا المرض بس عم يترك عنده بعض العقبات. قد يكون جزء من العقبات نفسيه المنشا، يعني كثير في اشخاص بتقول انه الاصابه بكورونا كانت مميزه عن الاصابات السابقه كلها، فبتترك عند الشخص رد نفسي وقد يستمر الى عده اشهر، خاصه بشعور ضيق يعني شعور ضيق التنفس واستخدام الاكسجين هو شعور صعب، وهذا الشيء بيخلي الاثار الرضيه النفسيه. هلا اذا نحكي بالشيء العضوي، في عندنا بعض الاشخاص قد يصابوا بما يسمى باصابه رئويه، اذا كانت اصابه طبعا بنحكي عشان ما نخوف العالم، الاصابات الشديده جدا فقط اللي دخلت على المشافي والعنايات المشدده واحتاجت اكسجين واحتاجت اجهزه تنفس،
قد في منهم جزء تركت عندهم بعض الإصابات بالرئة، يعني تم في عندهم ما رجعت وظيفة الرئة بشكل كامل 100%، قد رجعت 50-60. في بعض الأشخاص صار عندهم بعض الإصابات العصبية بعد منها الضعف العضلي، إلا أنه كلها تبدو إن شاء الله هي عبارة عن إصابات ممكن بحاجة إلى المزيد من الوقت لحتى ترجع ترميم تتراجع. ترميم الجهاز المناعي بده وقت أكيد، ترميم الجهاز المناعي صحيح. والمعالجة الفيزيائية، ونسميه هذا إعادة التأهيل، التغذية الجيدة، الرياضة فيما بعد، هي كلها خلال عدة أشهر من المتوقع إن شاء الله إنه معظم هالأشخاص يرجعوا بشكل طبيعي لحياتهم. حتى في أشخاص انصابوا بالكوفيد وما ترك كمان أي مشكلة، يعني صحيح. كمان مو معناته إنه كل شخص أصيب حتترك عنده، بس غالبا هن اللي عم يتركوا بصراحة هن الأشخاص اللي صار عندهم الإصابة الشديدة والحرجة، هن الإصابات الشديدة جدا. دكتور بنتمنى الحرص والسلامة لكل الناس يعني. مع أخذ الإجراءات الاحترازية للاستمرار بالحياة مثل ما قلت ببداية حديثك. نتشكرك دكتور حسام بردان أخصائي صدرية على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. اسمحوا لي وجه كمان هيك يعني تهنئة بعيد الأم كمان اليوم أكيد. للأمهات وكمان للأطباء العاملين بالمشافي، صحيح نوجههم كمان تحية حب وتقدير لعملهم هلا جميعهم، يعني هلا نحن جميع الأطباء هلا والتمريض والكوادر عم تشتغل بكامل الطاقة تبعها، بنعطيهم ألف عافية وبتشكر يا رب. أكيد يعطيهم ألف عافية، وبدنا نقول الله يرحم كل الأطباء السوريين يلي فقدناهم وأسماء كبيرة جدا، يعني للأسف فقدناهم ضمن موجة كورونا، ولكن بالمقابل أنقذوا أرواح عديدة. مشان هيك لازم يكون عندنا حس بالمسؤولية أكثر، ننتبه على حالنا أكثر، وما في ولا دكتور سوري بخل على ولا مريض صحيح. إن كان على الواتساب إن كان على التليفون بطرق العلاج، وخاصة بهي الفترة. دكتور أكيد نحن بنفتخر بأطبائنا دكتور أكيد. حسام بردان نحن كتير بدنا نتشكرك ونتشكر كوادر الطبية، وشكرا على المعلومات والحملات التوعوية اللي عم تعملوها، شكرا كتير لك. شكرا لكم، يعطيكم شكرا لك دكتور.